صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو دلوقتي. الفيديو ده بسيط جدا، بنتعلم فيه حاجتين بس، الحاجتين دول يعتبروا من اساس الشغل ومهمين جدا. اول حاجة ازاي اضيف ميل ياهو ليا، او ازاي احط الميل ياهو لو انا مش حطاه في تسجيل العضوية. تاني حاجة ازاي اغير الباسورد بتاعي، ازاي الباسورد بتاعي من ال14 رقم اللي هو الرقم السري الخاص بالعضوية بتاعتي، ازاي اغيره لباسورد بسيط وسهل بحيث لو عندي عرض داخلي او عندي عروض الويب اللي بتبقى موجودة اول الشهر، ما اضطرش ان انا احط ال14 رقم فتبقى ياخد مني مجهود ووقت، فالعروض دي بتبقى بتخلص بسرعة، او ان انا ادخل 14 رقم فاغلط في رقم وانا مش شايفة لان الارقام كتيرة جدا، فيضطر يقول لي عيدي تسجيل ادخال الباسورد او الرقم السري الخاص بيكي تاني. فدلوقتي احنا اول حاجة هننزلها الابليكيشن بتاع اوروفلين اللي هو قدامكم دلوقتي. اول ما بتدخليه بيطلب منك الكود والباسورد الخاص بالعضويه بتاعتك، بتدخليهم اللي هو بيبقى الكود وال14 رقم بتاع البطاقه الخاص بيكي. مجرد ما بتدخليهم بيفتح معاكي صفحه زي اللي هنشوفها دلوقتي، بيفتح معاكي صفحه زي كده. احنا في على ايدك الشمال كده من البدايه خالص في حاجه فوقيها زي نقطه كده، بندوس عليها بيظهر لنا الصفحه زي ما انتم شايفينها كده. في من فوق على ايدك اليمين اللي هي المفروض الثلاث نقط دول، ثلاث نقط جنب بعضيهم اللي هي دي، انا دوست عليها. مجرد ما بتدوسي عليها كده بيعمل لك حاجه اسمها تعديل في الحساب. بدوس على كلمه تعديل في الحساب، انا كده محتاج حاجتين، اغير الباسورد اللي هو رقم البطاقه، ومحتاج اغير او احط بريد الكتروني او اغير البريد الالكتروني لو عندي مشكله فيه. طيب احنا دلوقتي خلينا في البريد الالكتروني، هنعمل فيه كلمه تعديل. ابتدي ان انت هتحطي البريد الالكتروني بتاعك الجديد، تمام، وهتحطي كلمه السر الخاصه بيكي اللي هي كلمه السر اللي هي الباسورد بتاعك، وبعد كده هتعملي تم حفظ التعديلات. كده انت حطيتي البريد الالكتروني لو انت مش حاطاه، او عملت تعديل ليه لو انت ما عندكيش. طيب تمام، دي حاجه. في حاجه تاني، كلمه السر لموقع اوروفلام من تحت اهي، هنعمل لها برضو تعديل. كلمه السر بتاعتك اللي هي في الوقت الحالي هتحط ال14 رقم، كلمه السر الجديده شوفي انت حابه تعملي كلمه سر سر سهله جدا بحيث ان انت تقدري تفتكريها ما تنساهاش، وتقدري في اي وقت تدخلي بتكون سهله معاكي وبسرعه. وبعد كده بتدخلي الرقم السري مرة اخرى اللي انت الجديد بتاعك، بتأكديه وبتعملي تم حفظ التعديلات. كده انت بالنسبة لك الفيديو كده خلص، عملتي ضافت الميل بتاعك، عملتي غيرت الباسورد الخاص بيكي من 14 رقم لباسورد سهل معاكي. ده بالنسبة للحاجتين، ودول مهمين جدا جدا جدا، رغم ان هم حاجات بسيطة بس ليها اهمية كبيرة جدا في الشغل معاكي. بالتوفيق ليكم.